من خلال فنها الرقمي تسلط الفنانة التونسية ألفا دبابي الضوء على الأبعاد الجمالية والروحية للأنوثة من خلال لوحات رقمية ترسمها وتسعى من خلالها إلى التغلب على إعاقتها الجسدية وإلهام الآخرين لتحقيق أحلامهم. وفي معرضها Feel Like Venus الذي تطغى عليه الأضواء الأرجوانية عرضت الفنانة لوحاتها الرقمية حيث تغوص أعمالها في أعماق الأرض وتبحر في المجرة لتعكس الجوانب الجوهرية لروحها وغيرها من النساء. الحاجة اللي ديما نحب نعملها سي لا ريبريزونطاسيون دو لا فام، اني نمثلها معناها بطريقة فنية. نحب ديما نوري لي كوتي مورو نتاعها، نحب نوريها ديما في بوزيسيون اللي هي متألقة، اللي هي محلاها، اللي هي ديما في المعطى ديما الفوق محطوطة. هذا هو اللي ميساج اللي ديما نحب نوصلهم بالفن نتاعي. وبرزت ألفا في عالم الفن والثقافة بأعمالها ونجاحها في التغلب على العقبات التي واجهتها والتنمر الذي تعرضت له. التنمر ديما موجود، ديما باش تلقى راهو عبيد باش تقول لك معناها حاجات نيجاتيف، وديما باش تحاول تنبر عليك ولا كسوا معناها في الكوتي هذايا، مي عمره ما سبوزي يكون ان اوبستاكل، خاطر العبيد هذوكم جينيرالمون معناتها تلقاهم سوا يحسدوا فيك والا يحبوا حتى يكونوا كيفك. معناها انا ماخذتها بالكوتي هذاك سكي سيغ، خاطر ثم عبيد هكاك باغمي معناتها من غير حتى سبب تحب تقول لك كلام خايب، كلام يوجع وما عندهم عليه معناها، ومازال هذا موجود. دونك انا ما نجم نجاوبو كان بنجاح معناها نتاعي، هذيك الاجابه اقوى اجابه تنجم تجاوب بها العبيد هذوما معناها. ولاء وهي احدى زوار المعرض عبرت عن اعجابها بفكره تركيز الاعمال الفنيه على المراه، مشيره الى الحاجه الى تمثيل نسوي في مختلف مجالات الاعمال، وهو ما فعلته الفنانه في لوحاتها الرقميه حيث عرضت صوره المراه من مختلف الزوايا. انا نشوفها فكره ياسر طياره، حاجتنا ب دي ريبريزونطاسيون فيمينين، ديما نقول احنا في البزنس والا في الانتربرونيا حاجتنا بنسي دي رول موديل. دونك هي اترافيغ لاغ نتاعها تصور في دي فام اي دي فانتازي، معناها تصور في حاجات خياليه. كلنا كي نغزر كل ما نغزر تابلو نتمنى نكون الطفله اللي في التابلو هذيك. دونك لو ميساج لي ميساج كبير. وترى ألفا دبابي أن الاختلاف قد يكون حافزاً للإبداع ويدفع الفنان لإخراج أفضل الإمكانيات التي بداخله، كما عبرت عن رغبتها بأن يعطي الناس فرصاً أكثر للفن الرقمي.